تمام هنكمل بس الفيديو، تكملة الفيديو. احنا كنا واقفين ان هو احنا خدنا اللي هي احنا لقينا الاكس، خلاص خدنا الاكس اللي هي الليفت موست بتاعتي وكانت واحد، وبعدين هناخد اللي هي واحد دي ونحطها فين؟ بوتل اكس اون كلوزد. وبعدين هجيب السكسسورز اللي هم دي يعتبر سكسسور فانكشن من الاكس اللي هو التشيلدرن بتوع الاكس مثلا. السكسسور بتوعي هنا للاكس، والاكس كان واحد اللي هو اتنين وتلاته، يعني السكسسورز هم عباره عن كام؟ اتنين وتلاته. وهرموف اني سكسسور اون اوبن اور كلوز. دي ميزتها ان انا اصلا لو في سكسسور انا جبته او في تشيلدرن انا جبته اصلا انا كنت جايبه قبل كده، لان ممكن يكون تشيلدرن البيرنت بتوعه اتنين. ففي الحاله دي ايه اللي هيحصل؟ في الحاله دي خلاص مش هابند اصلا عندي، مش يعني قصدي سوري، مش هحتاجه اصلا في السكسسور عندي، لان انا كده كده موجود اصلا قبل كده. وبعدين هعمل ايه؟ اخر خطوه بجيب اللي هم الباقيين بعد ما اشيل منهم الحاجه اللي انا اصلا جبتها قبل كده من يعني حطيتها في الاوبن او كلوز، واحطهم فين؟ احطهم اون رايت اند اوف الاوبن، اللي هو فعليا يعني الرايت اند اوف الاوبن اللي هي هتبقى ايه؟ هتبقى عندي كان الرايت اند اللي هي المفروض تبقى هنا اتنين، احط اتنين واحط تلاته. بس احنا اصلا فعليا في خطوه مع نسينا نعملها، اللي هي اول سطر اللي هو ريموف الليفت موست اللي هي واحد، احنا ما عملناش ريموف، فالمفروض كنا عملنا ريموف. ففي الليست فعليا هيبقى فيها كام؟ هيبقى فيها اتنين وتلاته. هدخل تاني في الوايل لوب، فالوايل لوب هيعمل ايه؟ هياخد الليفت موست، الليفت موست اللي هو مين؟ اتنين، وهيعمل ريموف ويحطه في الاكس، فالاكس هيبقى فيها كام؟ هيبقى فيها اتنين. والكلوز وهاخد الاكس ده، هو كده كده مش الجول، فهحطه فين؟ هعمل له اباند فين؟ في الكلوز ليست. وهكذا هجيب برضو السكسسورز بتوع الاثنين، فالاثنين اصلا كده كده هو اصلا بالنسبه لي ملهاش سكسسورز، فهيبقى نال او مفيش. وبعدين هعمل ايه؟ كده كده اصلا برضو السطر قبل الاخير اللي هو ريموف اني سكسسورز، كده كده اصلا مفيش سكسسورز. وبعدين هروح هعمل اباند للسكسسور على الرايت اوف الاوبن، كده كده برضو مفيش سكسسورز، مش هيعمل حاجه. هرجع تاني الوايل لوب، هاخد الليفت موست، هلاقي مين؟ هلاقي اللي هو تلاتة، هعمل له اكس وهحطه هو في الاكس، هيبقى الاكس عندي تلاتة، وهعمله اباند مع اللي هي الليست بتاعتي اللي هي الكلوس، هيبقى الليست بتاعتي الكلوس فيها واحد اتنين تلاتة. تمام، يعني لو احنا ركزنا كده اللي هي الاوبن دي تمثل اللي هي السكيجولد ان انا اعمل لهم فيزيت. ففي الاول خالص كانت واحد، لما عملت اللي هي جبت سكسسورز او التشيلدرن يتحط فيها اتنين وتلاته بعد ما كنت شلت واحد، لان هما اتنين وتلاته لسه ما عملتلهمش اكس باند، بس دول سكيدجولد ان انا اعمل لهم ايه؟ اكس باند. لو كان اصلا في شكل تري عندي كان اصلا في هنا نوتس تانيه، ففعليا لما اعمل اكس باند للنود رقم اتنين وزي مثلا دول كان ارقامهم اربعه وخمسه مثلا، فهو لما اعمل اكس باند للنود رقم اتنين اربعه وخمسه هيتحطوا فين؟ هيتحطوا في الاوبن بعد اللي هو النود رقم تلاته. تمام، وبعدين اللي هي كلوزد دي تمثل لي اصلا الفيزيتد ليست، اي حاجه بعملها فيزيت بحطها فين؟ في كلوز ليست. يعني ده الهيستوري بتاعي اللي انا فعليا مشيت عليه علشان اوصل للجول بتاعي. يعني انا فعليا حتى لو كان في نوتس اربعه وخمسه، الجول بتاعي اللي هي الكلوز ليست بتاعتي هيبقى فيها واحد اثنين وثلاثه بس، لان ثلاثه هي الجول بتاعتي، لان هو ده الحاجه اللي في الهيستوري بتاعي اللي انا او الفيزيتد ليست بتاعتي اللي انا عديت عليها عشان اوصل للجول. اما بقى لو اتكلمنا عن الاوبن ليست، الاوبن ليست في حاله ان انا الشكل بتاعي بقى واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه، كده كده هيكون كان فيها اول حاجه واحد واتشالت بقى بعد حط مكانها اتنين وتلاته، الاتنين اتشالت واتحط مكانها في الاخر خمسه وسته، فبقيت تلاته سوري تلاته اربعه خمسه. فلما وصلت للتلاته شلتها وهي الجول، فبقى في الاوبن ليست عندي كام؟ اربعه وخمسه، لان اربعه وخمسه هم سكيدجولد ان انا اعمل لهم فيزيت، بس فعليا البروبلم هتقف لان انا وصلت للجول قبل اصلا ما اعمل لهم فيزيت. ده ببساطه اللي هو البي اف اس اللي يعني ده السكود ليها. هنروح مثلا لل الدي اف اس. الدي اف اس بيعمل ايه؟ اول حاجه نفس الكلام، في حاجه اسمها اوبن وفي حاجه اسمها كلوز، يعني في حاجه اسمها اوبن ليست وكلوز ليست. في الاوبن ليست في الاول خالص بنحط فيها الستارت نود، والكلوز ليست بتبقى امبتي. في الوايل لوب كل شويه برضو بشوف لو الاوبن نوت امبتي كمل ادخل جوه. هو فعليا لو وصلنا لمرحله ان الاوبن از امبتي، دي معناها ايه؟ دي معناها ان هو عدى على كل النوتس اللي عندي وجاب التشيلدرن لغايه لما وصل الليفز بتاعتي، و وعد عمل فيزيت لكل حاجه من غير ما يلاقي اي جول، لان كل شويه انا باخد نص وبجيب التشيلدرن واشيلها من الاوبن ليست بتاعتي وهكذا. لو وصلت لمرحله بغض النظر ان بنتكلم عن دي اف اس او بي اف اس، هما الاثنين بالنسبه لي واحد. لو وصلت لمرحله ان طلعت من وايلد لوب من غير قصد، يعني طلعت من وايلد لوب بسبب ان الاوبن ليست از امبتي، ده معناها بالظبط ان
البروبلم اصلا ما لهاش سوليوشن، ما فيش سوليوشن اصلا ليها، ما فيش جول اصلا. يعني الجول اللي انت عايزه مش موجود اصلا في التري بتاعتي او في الاوبن ليست بتاعتي او في اللي هو الاستراكشر بتاعي خالص. تمام، فنرجع تاني للدي اف اس اللي هو اللوب، هيبقى بتشيك الكونديشن بتاعي open is not empty، بعد كده باخد اللفت موست. تمام، من شويه كنا بنقول الرايت موست، هنا بنقول ايه يعني اللي هو سوري، هناخد اللفت موست، سوري مفيش اي اختلاف. تمام، وبعدين هنقول هنعمل لها كول نسميها اكس، وبعدين هنشوف نفس الكلام بالظبط مفيش اختلاف، هنقول اكس لو هو الكول هنرتين سكسس، وبعدين هناخد الاكس ونحطها في الكلوز، وبعدين هنجيب السكسسورز او التشيلدرن بتوعها، وهنريموف برضو ان سكسسورز مرتبط بالاوبن ليست والكلوز ليست. بس الاختلاف الوحيد اللي هو السطر ده، يعني سوري كنت غلطت شويه وقلت لكم في اوسط، لا الاختلاف الوحيد في السطر الاخير اللي هو هنا الليفت، يعني انا باخد اللي هو remaining successors بحطهم في الليفت بتاع مين؟ في الليفت بتاع الاوبن. الكلام ده ازاي؟ ممكن ببساطه نقوله تاني، يعني لو هنا مثلا في نوت وهنا في تو نوت وهنا في تو نوت، وترقيماتهم زي ما احنا بنعملها 1 2 3 4 5. هنتكلم بس على الايه، على الاوبن ليست. الاوبن ليست في اول مره هيبقى فيها كام؟ هيبقى فيها 1، ولما اشيل 1 هيحط كام؟ هيتحط 2 و3. لما اعدي على الاثنين ايه اللي هيحصل؟ لما زي مثلا انا دلوقتي كنت واقف على الاثنين، فهتجيب التشيلدرن بتوعها، التشيلدرن بتوعها اللي هم كام؟ اللي هم 4 و5. تمام، لان انا فعليا بعد ما اعمل 1 فيزيت هعمله اكسباند، هجيب التشيلدرن بتوعها فهيبقى 2 و3. هعمل ايه في الاثنين؟ هعمل لها اكسباند وهجيب التشيلدرن بتوعها، التشيلدرن بتوعها اللي هم كام؟ السكسسور بتوعها اللي هم 4 و5. دول هعملهم ابند فين؟ يعني احنا من شويه كنا بنقول نعمل ابند في اللي هو في الرايت، اللي هو رايت اند. لو بصينا رجعنا شويه للبي اف اس هنلاقي كلمه رايت اند اوف الاوبن، عشان كده حطينا من شويه في الاكسامبل بتاعنا الاربعه اللي هي 4 و5 في الرايت اند في الاوبن ليست. اما لو اتكلمنا عن الدي اف اس او الدبس احنا بنحطها في الليفت اند، يعني فعليا 4 و5 هيتحطوا في ليفت اند. يعني انا فعليا هعمل اكس اوكي هيشيلها من الليست بعد ما اعمل اكس باند، والليست الجديده هيبقى شكلها ازاي؟ هيبقى شكلها 4 و5 وبعدين 3. ليه بقى؟ لان انا فعليا انا عايز اعمل 4 قبل اصلا 3 وقبل كمان 5، لان انا فعليا بمشي في الليفت، بعد ما اخلص ليفت كلهم بدخل على ايه؟ على الرايت. يبقى لازم اعمل 4 الاول وبعدين هعمل 5 وبعدين هعمل ايه؟ هعمل الثلاثه وهكذا بقى. فهو فعليا ده الاختلاف البسيط الوحيد الصغير في ايه؟ الفرق بين دي اف اس وبي اف اس، يعتبر في سطر واحد بس احنا في الالجوريزم اللي احنا شفناه او السلوك اللي شايفين. وهو تقريبا برضو هيبقى نفس الكلام برضو عندنا في اللي هو ايه؟ في لما نكتب الكود، لما نكتب الكلام ده كله في البرولوج. تمام، فهنبدا مع بعض نحل اكزامبل بلوك، هنحل بروبلم. البروبلم بتاعتنا هنحل اللي هي البروبلم اللي حليناها في اخر فيديو، اللي هي كانت تقريبا اللي هي الووتر جاتس. فهنفتحها مع بعض ونبص عليها. ده الكود اللي احنا كنا كتبناه في الووتر جاتس. فدي كانت بالنسبه لي الموبس، وده بالنسبه لي كان الكولاس تحت باكلها ازاي وكل حاجه. تمام، اول حاجه عملنا ايه؟ كان عندي ستيت وكان عندي جول انا بدور عليه، سي مثلا ولا هي دي في الاخر. احنا كنا عملنا طلعنا اللي هي يعتبر اللي هي كلوز اللي هي الفيزيتد ليست، والستيت دي هي اللي حطيناها في الاول خالص في اللي هي في الفيزيتد، وبعدين الباس نفسه خد الستيت نفسها والفيزيتد كل شويه بابند عليها النيو ستيت اللي بتطلع. تمام كده، يعني معنى كده اول ارجيومنت بالنسبه لي كان في الكود اللي احنا كنا عاملينه، ان احنا فعليا كنا بنعتمد اصلا على اللي هي الباك تراكنج، ان هو يسيرش ستيت ورا ستيت لغايه لما يوصل للجول. فكنا بالنسبه لنا اول ارجيومنت بيمثل لنا اول فيد في الباس اللي هي ريليشن، بيمثل لي اللي هو الستيتس اللي انا فعليا هجيب للتشيلدرن بتاعها، هجيب واحد من الموف بتاعتها. تمام، فده بالنسبه لي يمثل لي ايه؟ يمثل لي ستيت واحده، والمره الجايه هبعت ستيت غيرها، يعني كل شويه انا اللي شايفه ستيت واحده. يعني معنى كده الفرق بين الكلام ده والكلام اللي احنا اتكلمنا فيه من شويه اللي هو
لو اتكلمنا عن انفورم سيرش زي مثلا دي اف اس او دي اف اس، ان مفيش حاجه هنا اسمها اوبن ليست، اللي هي حاجه بتشيل كل السكيدجول اللي انا عايز اعملهم فيزيتد. والحاجه الثانيه لو عندي ستيت، يعني انا دلوقتي في ستيت بعمل لها ايه، بنادي مو وبترجع لي نيكست ستيت بس، اللي هو ايه، اللي هو لو انا موجود في تشيلدرن، يعني زي مثلا لو هنكتب كده هنقول مثلا لو عندي ستيت نود هنا ودول تشيلدرن، فزي مثلا دي الستيت اللي انا واقف عليها، او الستيت مثلا هي الستيت اللي واقف عليها، وانا تخيلوا مثلا انا كنت كاتب تو موف بس، يعني تو بريديكت اسمهم موف وهما الاثنين فاليد ان ممكن يطلعوا لي نيكست ستيت. فاللي حصل في الكود ده ايه؟ اللي حصل ان انا باخد الستيت وبرجع ايه، برجع نيكست ستيت. فاول حاجه بروج مش سيكونشال فهيتشيك اول واحده مثلا، فدي كانت اول واحده مثلا، فدي هترجع لي ايه، النيكست ستيت. يعني معنى كده لما اعمل، لما عمل اكسباند لنود واحده بس، عمل ايه، عمل اكسباند لنود واحده وجاب تشيلدرن واحد بس. طب اللي التاني هيجيبه امتى؟ هو التاني فعليا هيجيبه لما يحصل بيعمل باك تراكنج وده ما يكونش الجول، وهيجيب التاني. تمام، بس هو فعليا في البي اف اس احنا ما كناش بنعمل كده، احنا كنا من الاكسباند نود بنجيب كل التشيلدرن بتوعها ونحطهم فين؟ ونحطهم عندنا في حاجه اسمها اوبن ليست. فده اختلاف، فهو فعليا ان احنا مش عايزين حاجه بالشكل ده، ان هي تجيب لي نود واحده بس او موف واحده بس. انا فعليا انا مش عايز اجيب تشيلدرن واحد في المره اللي انا لما اعمل اكسباند للستيت اللي انا واقف عليها. عايز اجيب ايه؟ عايز اجيب كل التشيلدرن بتوعي للستيت اللي انا واقف عليها. فده اول تغيير ممكن نعمله. ممكن هنا نغيرها ونقول مثلا جيت تشيلدرن مثلا. جيت تشيلدرن. ماشي. هتاخد ستيت هترجع لي ايه؟ هترجع لي نيكست ستيت. بس دي المفروض مش نيكست ستيت بقى، دي المفروض يعني ليست اوف نيكست ستيتس. ماشي. فدي بالنسبه لي ممكن نقول عليها نسميها نيكست ستيتس بتاعتي. هنشوف بقى الكلام ده هنعمله ازاي. يعني اول حاجه عايزين نكتب حاجه، نقول مثلا نقول له احنا عايزين نديك ستيت، رجع لي انت ايه، رجع لي كل الستيتس بتاعتي اللي هي valid بالنسبه للستيت اللي انا بعتها لك. ممكن نستخدم اللي هي باج اوف او فايند اول، احنا اتكلمنا عنهم قبل كده، اللي هو فعليا جيت ستيت انا هتاخد ستيت وهي هترجع لي الستيتس. فدي رول مثلا هتبقى ترو امتى؟ هتبقى ترو في حاله ان انا هنادي حاجه اسمها ممكن نقول فايند اول. فايند اول هتعمل ايه؟ هي اللي هتنادي لي موف اللي احنا كنا كاتبينها، وانا هديها الستيت وهي ترجع لي ايه مثلا؟ ترجع لي النكست ستيت مثلا. اللي هي الفايند اول سريعا هي بتاخد 3 ارجيومنت، الارجيومنت الثاني هي البريدكت سي مثلا اللي انا عايز اناديها، والارجيومنت الاولاني هي الحاجه اللي انا عايزه يعمل باك تراكنج ويجيب كل الافيلبل ريزلت اللي هتطلع منها، وكل ما يجيب حاجه وبتبقى valid يحطها مثلا في الارجيومنت الثالث. يعني ممكن اقول ده هسميه اللي هو النكست ستيتس بتاعتي، يعني كل الستيتس بتاعتي هتطلع هنا. او ممكن بس عشان الشاشه ممكن نخليها ريزلت مثلا دلوقتي، يعني هاخد ستيت وهرجع ريزلت. الريزلت دي بالنسبه لي هتمثل لي كل النكست ستيت بتاعت ايه؟ بتاعت الستيت اللي انا واقف عليها، هتجيب لي كل الموفز الممكنه اللي ممكن تحصل من الستيت اللي انا واقف عليها. تمام، فهو ده ببساطه ايه اللي هيحصل. لو عايز اعملها برده ممكن اعملها بايه؟ ممكن اعمل نفس الكلام ده كله ب باك اوف ده او ده، يعني انا هكتبه دلوقتي ده صح وده صح. تمام، هل الكلام ده ملوش يعني ملوش بيس كيس؟ هنا الكلام ده وحده صح، ليه بقى؟ لان هو فعليا هينادي فايند اول، هينادي موف، هديله ستيت وهيرجع لي كل اللي هي النكست ستيت بتاعت الموف كلهم. يعني لو في اربعه موف عندي والاربعه موف فاليد ان ممكن يحصلوا مع الستيت اللي انا بعتها له، هيرجع لي لسته فيها اربعه موفز، اربعه ستيت موجودين في الفاريبل اللي اسمه ار. طب لو الستيت اللي انا بعتها له ملهاش موفز خالص، فايند اول هيرجع لي لسته فاضيه. فايند اول هيرجع لي ايه؟ هيرجع لي لسته فاضيه. فهو فعليا مش محتاج حاجه، هو فعليا خلاص اوكي لقى ما لقاش هيرجع لي حاجه. هنا بقى في باك اوف، باك اوف هيعمل نفس الكلام، بس لو الستيت ملهاش موفز او ملهاش مش قادر ينفذها خالص، في يعني زي مثلا كاتب اربعه موف ولا واحده فيهم فاليد، هيرجع لي ايه؟ هيرجع لي فولس. يعني دي بالنسبه لي هتبقى فولس، فجيت تشيلدرن كلها هتبقى فولس، فانا لو كاتبها في الكود بتاعتي كلها هتبقى فولس، والبروبلم خلصت اصلا من غير يعني من غير ما حتى اكمل. يعني فعليا حاجه بالمنظر ده مش هتنفع بباك اوف بالشكل ده. فانا ممكن اقول له ايه؟ ممكن اقول له في بيس كيس، بحيث ان انت لو دي فولس رجع لي الريزلت لست فاضيه، بس يعني مش في الاول اكيد، لان انا عملتها في الاول هتبقى ايه؟ هينفذها على طول فهتبقى لست فاضيه.
يعني نفذ ديت. لو دي كانت فولس خلاص روح لانت البيس كيس وخليها لي لسه فاضيه، لان انا فعليا عايز اكمل، لان انا مش معنى ان انا ما لقيتش تشيلدرن ان انا اقف، لا ما خلاص ما لقيتش تشيلدرن اكيد ممكن يكون في حاجه في السكيدجول اللي احنا قلنا عليها. ما احنا قلنا في حاجه اسمها اوبن ليست هنعملها، هيبقى فيها السكيدجول تو فيزيت مثلا، السكيدجول ستيتس او السكيدجول نوت ان انا ممكن اعمل لها فيزيت، لان ممكن يكون لسه ما خلصوش. تمام. فهو الجزء ده من الكود او الجزء ده هو بالنسبه لي ايه؟ بالنسبه لي فاليد. تمام. هل ده تمام كده؟ طب الجزء اللي هو ده اللي هو نوت ممبر والكلام ده كله اكيد مش كلام، مش هيبقى هنا اصلا خالص، يعني حاجه بالشكل ده مش هتبقى هنا، هتبقى فين؟ لان انا فعليا انا لما كنت كاتبها، نرجع تاني لما انا كنت كاتبها هنا نيكست ستيت ده نوت ممبر في الفيزيتد، بس النيكست ستيت ده هو فعليا هي عباره عن لسته فيها كل الستيتس، هو احنا بس هنغير اسمها هنخليها نيكست ستيتس، فهي دي فعليا لسته شايله كل اللي هي يعتبر الستيتس اللي هي نيكست ستيتس اللي عندي. ففعليا ما فيش حاجه هتقول لي لسته اوف ليستس عايز اشوفها ما موجوده ولا لا في الفيزيتد، فانا فعليا لازم اشوف واحده واحده، يعني مش هشوف كلهم موجودين ولا لا، لان هي هم شايفهم كلهم، يعني هي عباره عن لسته فيها كل اصلا اللي هي كل الستيتس اللي طلعت من النود اللي انا كنت واقف عليه. فهو فعليا دي مش هتبقى مكانها هنا، المفروض انا هعمل حاجه المفروض يعني يتشيك هنا، يعني المفروض ده لما ناديها زي ما احنا كنا عاملين شويه ان انا بجيبها اصلا بتشيك. طب دي هعملها ازاي؟ دي هعملها ازاي؟ هو فعليا ممكن اعمل حاجه زي كده، ممكن دي اسميها موفز، يعني البريدك التاني خالص، واعمل حاجه موفز دي هي اللي تعمل التشيك ده. يعني موف بتعمل ايه؟ موفز بتعمل بتنادي، هي الموف بقى يعني هي اللي بتنادي موف، واديها الستيت وترجع لي نيكست ستيت. تمام. يعني هي دي الحاجه الوحيده اللي بتعملها؟ لا خلاص انا ممكن اقدر اعمل الكونديشن بتاعي هنا، يعني اقول ايه مثلا؟ ان النكست ستيت ده مش ممبر، يعني ممكن اقول نوت ممبر، النكست ستيت نوت ممبر فين؟ في الفيزيتد. انا فعليا الموفز هتحتاج ايه؟ هتحتاج اللي هو برضو ايه؟ هحتاج الفيزيتد معايا علشان اقدر اتشيك. تمام. فدي هنسميها ستيت، وهنا ال next state، وهحتاج اكيد طبعا ايه ال visited، يعني ممكن نقول مثلا في هنا ال visited list هحتاجها، يعني لازم اتشيك عليه. تمام. فمعنى كده ال moves بتعمل ايه؟ كل اللي بتعمله بتاخد ال state بتاخد ال visit list وبترجع لي هي next state، فبنادي ال move اللي احنا عاملينها فوق اللي احنا عملناها في الفيديو اللي فات، وهي بترجع لي next state لو هتشيك واحده فيهم وترجع لي next state. بس يعني تبقى الكلام ده ترو امتى؟ ان النكست ستيت اللي طلعت ما تبقاش موجوده فين؟ في الفيزيتد ليست، يعني ما يكونش موجوده في الفيزيتد. بس احنا برضو لما بصينا على سيل الكود مش الفيزيتد بس، ده كمان الاوبن ليست، يعني في حاجه الاوبن ليست اللي هي السكيدجولد ان انا اعملها فيزيت، يعني في حاجه انا حاططها اصلا. طب ليه لما ممكن يكون اصلا هي مرتبطه بتو بيرنت ليه برضو اعمل لها ابند تاني؟ فهو فعليا هحتاج برضو ايه اعمل نوت ممبر مع مين؟ مع الاوبن، يعني في حاجه هتبقى اسمها اوبن ليست، فبرضو النكست ستيت ما تبقاش موجوده مع مين؟ مع الاوبن ليست. يعني معنى كده برضو هحتاج ابعت للموفز دي حاجه اسمها ايه؟ حاجه اسمها اوبن ليست. تمام. يعني معنى كده هتاخد الستيت وهتاخد الاوبن ليست وهتاخد الفيزيت ليست وهترجع لي نيكست ستيت. وانا فعليا في جيت تشيلدرن بعمل ايه؟ انا ممكن نمسح اللي هي الباك اوف او الفايند رول، حاجه منهم بس نثبتها، يعني انا بس عملناها بكذا شكل. جيت تشيلدرن بتعمل ايه؟ بتاخد ستيت وترجعني اللي هي التشيلدرن بتاعت اللي هو الستيت ده او اللي هو السكسسورز بتوعها. كل اللي هتعمله هتنادي موفز وهتعمل بنادي موفز اللي احنا لسه عاملينها وهديها للستيت، بس هي فعليا هتحتاج برضو الايه؟ هتحتاج الاوبن ليست وهتحتاج كلوزد ليست، وهترجع لي هي الفاريبل ده هو يمثل لي النكست ستيت بتاعي، وهتعمل منها ليست وهترجعهم فين؟ في الاور، يعني هتنفذ ده لو فاليد في اول موف اوكي، نفذ الثانيه نفذ الثالثه، وفي الاخر كله هيرجع لي فين؟ في الاور، بس مع التو كونديشن دول. تمام. ففي او سي اللي هي الاوبن ليست والكلوز ليست هو فعليا برضو اكيد هكون باعتها له، ما هو مش من فراغ راحت للفايند اول، هي اكيد هتكون جايه لي برضو في الفين؟ في الجيت تشيلدرن. كويس. معنى كده جيت تشيلدرن هتاخد الستيت وهتاخد الاوبن ليست اللي هي مثلا ممكن اكتبها او، والكلوز ليست اللي هي سي، والار اللي هي يعتبر التشيلدرن بتوع الستيت او اللي هو السكسسور بتوعها. فاحنا دي فايند اول هبعت لها
هكتب لها الارجمنت الاولاني بالنسبه لي اللي هو الان اس يمثل لي اللي هو الارجمنت الاخير في اللي هي الموفز، وهبعت لها الستيت نفس الستيت اللي انا عايز اشوفها والاوبن ليست كلها والكلوز ليست، وهي ترجع لي الار. هنادي جيت تشيلدرن ازاي بقى؟ جيت تشيلدرن احنا كنا ناديينها بالشكل ده، بس اكيد هبعت لها طبعا ايه، هبعت لها الفيزيتد زي ما احنا اتفقنا، وهبعت لها حاجه اسمها اوبن ليست، في حاجه اسمها اوبن، في حاجه اسمها الفيزيتد، ممكن عايزين نسميها كلوزد اي حاجه اوكي مش فارقه، يعني ممكن نغيرها دلوقتي نسمي نفس المسميات اللي اتعلمناها مع بعض، فممكن نقول عليها ان هي دي كلوزد تمثل لي كلوزد، يعني الفيزيت هغير اسمها هخليها كلوزد، وهنا هخليها كلوزد. تمام، في حاجه اسمها اوبن تايب. الاوبن ليست دي تمثل لي الحاجه اللي انا هعمل سكيدجول اللي انا هعملها فيزيت، بس احنا مفيش حاجه اسمها كده، احنا فعلا كنا بناخد الستيت وحدها كستيت، يعني مفيش حاجه كانت الستيت دي عباره عن تمثيل الستيت واحده بس، يعني ما تمثليش ليست فيها كل الستيتس اللي انا عايز اعمل لهم ايه، عايز اعمل لهم، عايز اعمل لهم فيزيت، فده فعليا مش صح، لان احنا قلنا الاوبن ليست هي هتبقى فيها كل الحاجات اللي هي سكيدجول انا عاملها فيزيت، والستيت اللي هي فعليا عشان اجيب التشيلدرن بتوعها هي تمثل لي اللي هو الفيرست او الليفت موست او الليفت او اول element موجوده فين في الاوبن ليست. فهو فعليا لو مثلنا الاوبن بشكل اتش وتي دي تمثل الاوبن ليست، الستيت بالنسبه لي او ممكن نسمي الاتش نسميها ستيت، لان هي الستيت بالنسبه لي اللي باخدها كل شويه باخد انهي واحده، باخد اول ستيت او اول حاجه موجوده فين في الاوبن ليست، يعني دي بالنسبه لي تمثل لي ايه الستيت. تمام، معنى كده انا جبت الستيت اللي هي فعليا تمثل لي اول حاجه موجوده في الاوبن، وهجيب التشيلدرن ورجعت لي ايه نيكست ستيتس مثلا اللي هي التشيلدرن كلهم مثلا بتوع ايه بتوع الستيت اللي انا واقف عليها. لما نادي الباس تاني هنادي ازاي بقى؟ هل فعلا خلاص مفيش حاجه اسمها كده؟ هل هبعت الارجيومنت الاولاني كله؟ يعني هل هبعت الستيت والتي كلها؟ لا طبعا، هو انا فعليا احنا كنا بنقول بنجيت اللي هي اول element في الاوبن ستيت في الاوبن ليست وبنعمل له ريموف، يعني احنا بنريموف اول واحد. تمام؟ هو ده فعليا بعد لما عملنا له ريموف جبنا للتشيلدرن، بس قبله اكيد جبنا للتشيلدرن بتوعه، وبعدين لما ننادي تاني هنبعت ايه؟ هنادي التي واحده. يعني احنا فعليا هنبعت التي واحده بحيث بعد كده ياخد ايه؟ ياخد برضو ايه؟ الفيرست فيها. في حاجه ناقصه، التشيلدرن دول انا حطيتهم فين؟ يعني المفروض مش التشيلدرن دول اتفقنا ان احنا هنحطهم في الاوبن ليست. يعني معنى كده الاوبن ليست نفسها مش هتبقى تي كده اصلا، يعني المفروض تبقى حاجه فيها التي كلها اللي هي الحاجات اللي هي سكيدجول ان انا اعملها فيزيت مع الحاجات الجديده. يعني المفروض عايز محتاج ابند تو ليست ببعض. يعني محتاج ابند التي مع مين؟ مع ممكن التي برضو نسميها هي الاوبن التكمله بتاعتي، يعني فعليا الاوبن دي كلها تمثل لي، دي كلها تمثل لي اوبن، بس انا شلت منها ستيت والباقي هو الاوبن ليست بالنسبه لي بعد كده، فممكن نقول عليها هي دي الاوبن. هابند الاوبن مع مين؟ هابند الاوبن مع اللي هو اللي رجع لي من التشيلدرن او سكسسورز بتاعت الستيت بتاعتي. فلو عملت ابند مع النكست ستيت هرجع لي نيو اوبن مثلا، يعني لسته جديده اوبن جديده اللي هي فعليا عباره عن الابند مع الاوبن مع النكست ستيت. تمام، فاكيد هبعت هنا ايه النيو اوبن بتاعتي، والكلوز اكيد هابند عليها ايه، هابند عليها النكست ستيت، او مش النكست ستيت معنى النكست ستيت، انا فعليا هابند في كلوز ذس الحاجه اللي عملت لها اكسباند، فهابند مين؟ هابند الستيت لان هي دي الحاجه اللي انا عملت لها اكسباند. تمام، الحاجه الناقصه كده ايه الحاجه الناقصه؟ انا دلوقتي عملت ايه؟ عملت اللي هو اول حاجه جبت للتشيلدرن اللي هم نكست ستيتس، وبعدين عملت لهم ابند مع الاوبن، وبعدين رجع لي نيو اوبن، ولما كول الباس تاني ببعت النيو اوبن، وكده كده عملت ابند في الكلوز ليست الستيت حطيتها في الكلوز ليست، والجي تمام هي ببعتها زي ما انا محتاج، يعني زي ما انا خدتها بعتها زي ما هي. تمام، البيس كيس بتاعتي هل البيس كيس هتبقى زي ما هي؟ هو فعليا عدد الارجنس احنا غيرناهم اصلا، بقى في حاجه اسمها اوبن ليست وفي حاجه اسمها كلوز ليست وفي حاجه اسمها مثلا جي. تمام، فهو البيس كيس بتاعتي هنا هيبقى حالتين او حاجتين، دلوقتي الموضوع اختلف شويه. لو اصلا الاوبن ليست بقت لسته فاضيه، يعني معنى كده انا عايز حاجه مثلا بيس كيس تقول لي لو اصلا الاوبن ليست بقت لسته فاضيه، لو وصلت لمرحله بقت لسته فاضيه هرجع ايه او هعمل ايه؟ يعني لو حاجه بالمنظر ده لسته فاضيه بغض النظر عن الكلوز وبغض النظر عن الجول الفاريبل التالي مثلا، المفروض اعمل ايه؟ اقول له مثلا نو جول، يعني ممكن ارايت اقول له مثلا نو جول مثلا، يعني ما عرفتش اوصل للجول،
تمام، يعني معنى كده في بيس كيس مفيش سوليوشن، وعايز اكيد طبعا بيس كيس تانيه لو لقيت سوليوشن. لقيت سوليوشن هل دي تمثل لي ان انا لقيت سوليوشن؟ لو وصلت لمرحله ان اللي هي جاكس اوف 2 وبعد كده مثلا الاستقاضيه، هل دي بالنسبه لي تمثل لي سوليوشن؟ تمام، بس هي فعليا دي ما تمثليش الاوبن، هي فعليا انا عايز الهيد بتاعها لو اول element في الاوبن، هل هي الجول بتاعي ولا لا؟ لان الاوبن ليست احنا قلنا هي عباره عن ليست فيها اللي شايله كل السكيدجول. اوكي، انا فعليا لو الاولاني هو الجول خلاص انا كده وقفت. يعني معنى كده لو اول element او اول حاجه موجوده في الاوبن ليست هي الجول، لان احنا الجول بتاعنا كان ان اول واحده تبقى اول مثلا جاك تبقى فيها 2 لتر 2 لتر بالظبط يعني. فلو وصلت لمرحله ان اول element في الاوبن فيها حاجه بالشكل ده والباقي بغض النظر عن الباقي في ايه، فخلاص انا كده وصلت ايه للجول بتاعي، فانا ممكن ايه ارجع مثلا الفيزيت ليست كلها اللي انا عملتها. وكده ببساطه يكون البروبلم بتاعتنا خلصت. بعد كده هنحتاج بس نعدل عليها. في سوري نسينا حاجه، لو هننادي مثلا ووتر جاك بالمنظر ده وكده كده بنبعت لها الباص، فاكيد مش هنبعتها ستيت بالمنظر ده، احنا هنبعتها ليست وفيها الستيت، يعني هي ليست فيها ايلمنت واحده بس اللي هي الاس. وطبعا هنا مش هنحتاج نابندها في الاول في الكلوز ليست، لان احنا كده كده بنابند مش النكست ستيت، كنا بنابند مين؟ كنا بنابند الستيت نفسها، لما نعملها اكسباند بنابندها في الكلوز ليست. تمام، فهو كده احنا يكون خلصنا بروبلم. المره الجايه هنقعد نحسن برضو في الالجوريزم بتاع السيرش، وازاي برضو نظبطه اكتر، وازاي نستفاد بالريزلت اللي هي البيزت ليست، عايزين نربطهم ببعض، عايزين نشوف مثلا النود مثلا جاي، كل نود جايه من انهي نود، كل نود من البيرنت بتاعها، هنبرنت السوليوشن بتاعنا ازاي، كل ده هنعمله في بروبلم تانية المره الجايه ان شاء الله. شكرا.